رقم واحد ان اعلى عدد تاكسد لاي عنصر لا يتعدى رقم مجموعته، بمعنى اي مجموعه اي عنصر فيها رقم المجموعه بيكون الاقصى، يعني عدد تاكسد العنصر عمره ما يعدي رقم المجموعه، بس بيشذ عن ذلك مجموعه واحده بس اللي هي المجموعه 1b. يبقى مجموعه العناصر 1b، العناصر الانتقاليه الرئيسيه، هي المجموعه الوحيده اللي عناصرها بتشذ عن رقم المجموعه، يعني زي النحاس زي الفضه زي الذهب ممكن نجد ان عدد تاكسد النحاس يتجاوز رقم واحد اللي هي المجموعه الاولى، الذهب ممكن يبقى رقم موجب 3 تجاوز رقم المجموعه. 2، عناصر المجموعه الثامنه، تم اولا السلسله الانتقاليه الاولى عباره عن 10 صفوف افقيه، العشر صفوف راسيه، العشر صفوف راسيه دول تم تقسيمهم لثمان مجموعات، ليه؟ تم جمع الحديد والنيكل والكوبالت في مجموعه واحده، ليه سبب الجمع؟ سبب الجمع لتماثل انصاف اكثرهم، ولذلك تجد ان هذه العناصر الثلاثيه تم جمعهم في مجموعه واحده، هذه المجموعه هي المجموعه الوحيده التي لم تاخذ حرف البي. يبقى سبب عدم إعطاء هذه المجموعة حرف البي هو تميزها عن بقية عناصر السلسلة في أنها تمتاز بتماثل أنصاف الأقطار. خلي بالك بقى من المصطلح الوحيد، هيقول لك عناصر تتشابه خواصها الأفقية أكثر من عناصرها الرأسية. يبقى تاني، مجموعة انتقالية تمتاز بتشابه بين عناصرها الأفقية أكثر من عناصرها الرأسية، على طول هنختار المجموعة الثامنة من غير مبتدأ دوت كوم.